ما تأثير التسويات والاتفاقات الإقليمية على ملف السلم الدولي والإقليمي؟ ما هي الارتدادات السياسية في الإقليم بعد الاتفاق المبدئي بخصوص الملف النووي الإيراني؟ كيف يمكن أن تستفيد الشعوب من مناخات التوافق الدولي؟ هل مات ملف البحرين مطروحاً وبقوة على طاولة الإقليم؟ أم أن هذه مبالغات إعلامية؟ قراءة في الحراك الإقليمي الساخن مع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان.